مساء الخير. لم يتوقف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إثارة الجدل، فهذه المرة وبعد أيام من انتقادات وجهها لمنصة تويتر ليعلن على أثرها تفكيره جديا ببناء موقع تواصل اجتماعي جديد، لم تمر أيام ليعلن استحواذه على الحصة الأكبر من المنصة. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل بدأ بنشر تغريدات تنتقد المنصة وروادها غير المتفاعلين كما وصفهم، وهو ما أثار قلق موظفيها من تدخله في المحتوى، ليعلن الرئيس التنفيذي لتويتر قبل يومين أن إيلون ماسك لن ينضم لمجلس إدارة تويتر. قبل ما نبدأ نقاشنا عن ماذا يريد ماسك من تويتر، خلينا نتعرف على المنصة بالتقرير التالي. ينضم إلينا من دبي عبد النور سامي، الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات. أهلا وسهلا بك معنا في أونستريم. يعني السؤال الأبرز، ماذا يريد إيلون ماسك من تويتر برأيك؟ أهلا وسهلا بكم. برأيي الشخصي أنا أعتقد أنه في البداية كان ينوي تحطيم تويتر قليلا ليبدأ كنوع من التسويق غير المباشر لمنصة يريد أن يطلقها، وربما عندما بدأوا في البحث والتحليل عن كلفة والجهد الذي يتطلبه إنشاء منصة أخرى، قرر عوض ذلك أن ينضم إلى منصة جيدة هي أرض خصبة قابلة للتغيير، جميع المنصات الأخرى قوية وراسخة ما عدا تويتر، يعني ما زالت متذبذبة بالرغم من أن لديها فكرة واضحة، لديها فكرة مختلفة في مجال ريادة الإعلام، الأعمال عفوا والإعلام. لذلك ربما فكر بدل أن يقوم بالقضاء على هذه المنصة، ربما نعم يؤدي إلى إخفاض سهمها قليلا ثم يشتري النسبة الأكبر ثم يسعى إلى تطويرها عوض أن يبدأ من الصفر. طيب لماذا تويتر يقبل بهذه المخاطرة؟ يعني انتقد المنصة، هبطت الأسهم أو انخفض سعرها، اشترى الحصة الأكبر إيلون ماسك وعاد وقرر أنه لا يريد أن يكون في تويتر. تويتر كإدارة ألا تعرف أنه هذه استراتيجية يتبعها إيلون ماسك؟ أعتقد أنهم نوعا ما كانوا يعرفون، ولكن نظرا للمخاطر التي نتجت عن انخفاض السهم وخشيتهم من استمرار ذلك قبلوا بشرائه حصة من الأسهم. أما مسألة عدم وجوده في مجلس إدارة، في سياسة تويتر أيضا المستثمرون لديهم الأحقية في المشاركة حول صناعة القرار في تويتر وليس فقط أعضاء مجلس الإدارة، لذلك هو ما زال لديه تأثير نوعا ما. أعتقد أنه مجلس الإدارة يحاول تقويض من صلاحياته بمنعه من دخول مجلس الإدارة، وأعتقد أيضا أن إيلون ماسك بنفسه لا يرغب بالدخول إلى مجلس الإدارة، لأن الدخول إلى مجلس الإدارة يقوم بالاشتراط بأن يكون أعضاء المجلس على سبيل المثال ملتزمين بالسرية، ألا يقوموا بالحديث بشكل علني عن المميزات القادمة، ألا يقوموا بنقل الحوار الخاص بالمجلس إلى العلن. هو كان تحدث سيد عبد النور عن خاصية زر التعديل. نعم، لم ينضم إلى المجلس بعد. نعم نعم نعم، هذا من خصائص وميزات أنه لم ينضم إلى المجلس، ولم ينضم إلى المجلس هو فقط يعني مش صاحب الغالبية العظمى من الأسهم، وهذا لا يعني أنه عضو مجلس إدارة، بل أنا أعتقد أنه لن يدخل إلى مجلس الإدارة ليبقى مغردا هكذا بحرية حول كل ما يشاء وكل ما يفكر
ليتحدث سواء باقتراح مميزات، نقل أخبار داخلية عن تويتر، لأن السرية لا تلزمه الآن ما دام ليس عضو مجلس إدارة، وهو ليس عضو مجلس إدارة بعد. ولكن هذا واضح، والإدارة قالت أنه هي في حال غير رأيه وأراد أن يعود وينضم إلى الإدارة هم منفتحون على هذه النقطة. بطبيعة الحال ربما لا يملكون الخيار، ولكن هل من مصلحة إيلون ماسك أن يحدث هذه البلبلة حول موقع تويتر؟ ألا يضر أيضا، أم أنه يعني يحاول bad publicity good publicity نوعا ما؟ بالضبط، هو يستخدم هذا الكود كثيرا. إيلون ماسك مثير للجدل، إيلون ماسك يحذر من الذكاء الاصطناعي ثم يبني روبوت، إيلون ماسك يحذر من التخلي عن الأرض ثم يتوجه إلى المريخ، إيلون ماسك يعني يضحك تويتر ويحطم تويتر ويحبط فريق عمل تويتر ثم يشتري أسهم تويتر، شخص لا يمكن تنبؤ بأفعاله ولا أقواله، وهذا كله في جل مصلحته الدعائية. وأنا أعتقد أن تلك التغريدات ليست من وحي خياله وفكره فقط، بل هي مدروسة بعناية، ويوجد فريق مختص بهذا لقياس أثر الرأي العام ثم انتقاء التغريدات التي ربما تشابه فكر الأغلبية. لذلك أنا أعتقد أنه يستخدم تقنيات حديثة جدا في مسألة نشر تلك الأفكار، وليست أفكاره وحده، وهذا أيضا في مصلحته، لأنه كما نعلم إيلون ماسك لا يقوم بالدعاية فقط لمنتج واحد، بل بالعديد المنتجات التي تخصه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بحجر واحد. طيب، سنطلع على نتيجة الاستطلاع الذي نشرناه على منصتنا، وسألنا فيه متابعينا أنه بعد استحواذ إيلون ماسك على الحصة الكبرى من منصة تويتر، هل تعتقد أنه ينوي تغيير هويتها؟ جاءت الإجابة على النحو التالي: 51% أجابوا بنعم، 25% أجابوا بلا، و 24% أجابوا بلا أدري. وهذا بطبيعة الحال ما ستكشفه لنا الأيام القليلة المقبلة عن ما سيقرر فعله إيلون ماسك مع تويتر. شكرا جزيلا سيد عبد النور سامي الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، شكرا لمشاركتك معنا من دبي. بين الحين والآخر تطل علينا أخبار عن عمليات تفكيك لمنصات على الإنترنت المظلم أو دارك ويب، كان آخرها قبل أيام بعد ما أعلن القضاء الألماني عن تفكيك سوق هيدرا العاملة باللغة الروسية منذ عام 2015. صادروا عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو. على الرغم أن عدد مستخدمي الإنترنت حوالي العالم وصل ل 3.6 مليار شخص، إلا أن العالم اللي كلنا عايشين فيه على الإنترنت منه إلا جزء صغير من اللي بيحصل بالعالم المظلم الآخر، واللي بتمثل أرض الخدمات المخفية والجريمة. بتعرف أكثر على الدارك ويب بالتقرير التالي. ينضم إلينا من مدينة بن الألمانية الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي ياسر أبو معيلق. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسر معنا. يعني نود أن نعرف منك أكثر تفاصيل ما حصل في بن، وإلى أي مدى السلطات الألمانية تنجح في تتبع ويعني إغلاق هذه المنصات. طبعا هذه عملية تعتبر من العمليات الأكبر في على مستوى مكافحة الجريمة الرقمية أو السايبر كرايم. طبعا السلطات الأمنية الألمانية لم تنجح بذلك وحدها، بل ساعدتها بذلك عدد كبير من السلطات الأمنية الأمريكية أيضا، أنه كان جهدا مشتركا ما بين السلطات الألمانية والأمريكية. طبعا في خلال هذه العملية تم تفكيك هذا السوق الذي يعتبر أكبر الأسواق في الإنترنت المظلم في الدارك نت من ناحية المدخولات. في العام الماضي وحده حقق هذا السوق مدخولات بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار،
وهذا مبلغ كبير جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه يعتبر أهم الأسواق للمنتجات أو مثلا للمخدرات، للمستندات المزيفة، للكثير من الخدمات الرقمية الغير قانونية. ولذلك فإن هذه تعتبر ضربة كبيرة جدا، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العملات الرقمية التي يتم بها التعامل في هذا السوق هي عملات دائما ما يقال بأنها يصعب تتبعها، وبالتالي فإن هذا الجهد الذي أعلنت عنه السلطات الأمنية الألمانية بالتعاون مع الأمريكية هو جهد كبير، جهد جبار، ويعني سيؤدي إلى تخوفات كبيرة في داخل مشغلي الأسواق الأخرى. طيب خلينا سيد ياسر مع المشاهدين نتعرف أكثر على تفاصيل تخص عملية تفكيك منصة سوق هيدرا بالتقرير التالي. أستاذ ياسر، يعني هيدرا تعمل منذ عام 2015، كيف يستخدم الإنترنت المظلم للتحايل على الرقابة، ولماذا يصعب هالقد على الدول أو الحكومات كشفه؟ طبعا من ناحية يعني لماذا يتم التعامل به، هذا التعامل سببه الإخفاء الهوية. طبعا كل من يريد القيام بنشاطات غير قانونية أو نشاطات لا يريدها أن تخضع للرقابة أو أن يتم ربط اسمه بها، فإنه يلجأ إلى الإنترنت المظلم أو الدارك نت. وهناك الكثير من الأشخاص أو من الخوادم السيرفرات التي تخصصت في تقديم هذه الخدمة، في الجمع ما بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة. طبعا هذه الخدمات كلها يتم الدفع بها من خلال العملات الرقمية. لماذا العملات الرقمية؟ لأنها طبعا يصعب تتبعها، حتى وإن كانت كل التداولات التي تحصل في داخل هذه يعني بالعملات الرقمية مثل البيتكوين أو غيرها، فهذه العملات رغم أنها مسجلة في سجل إلا أنه يصعب تتبعها، أولا لأن السجل هذا يحتوي مليارات بل مئات المليارات من التعاملات، أيضا ثانيا لأن الدخول إلى الدارك نت يتطلب عددا من الخدمات، عددا من التقنيات التي تساهم في إخفاء هوية الشخص الذي يلج إلى هذا الإنترنت المظلم. وبالتالي السلطات الأمنية التي تحاول كشف الجرائم الرقمية أو تتبع هذه يعني من يريدون الحصول على هذه الخدمات، حتى لو كانت نسبة المشاركين في الدارك ويب أو المستخدمين يعني أرقام كبيرة جدا، هذا لا يسهل عمليات الكشف أو التتبع. طبعا الدخول إلى الدارك نت ليس كالدخول إلى الإنترنت، يعني طبعا كلنا يعرف أنك إذا تدخل الإنترنت تذهب إلى متصفح إنترنت، ولكن الدخول إلى الدارك نت يتطلب أن تكون على علم بالعنوان الدقيق للمكان الذي أنت تريد أن تذهب إليه، للصفحة أو للسوق. هذا واحد. اثنين، الدخول إلى الدارك نت يتطلب أيضا استخدام تقنية تور، وهي تقنية تغلف الاتصال بالإنترنت الخاص بك بعدد من طبقات الحماية والتي تمر عبر عدد من الخوادم. لذلك من الصعب على الأجهزة الأمنية وأجهزة الرقابة الحكومية وغير الحكومية، من الصعب عليها تتبع ذلك، لأنها يجب أن تمر عبر عدد من الخدمات، وبعض هذه الخدمات تقوم بمحو البيانات بعد المرور عبرها. وبالتالي في كثير من الأحيان تصل هذه السلطات إلى نهاية مسدودة، وبالتالي يصعب جداً بدون يعني تشفير معين، بدون كشف تشفير معين، يصعب جدا على هذه السلطات الوصول إلى صاحب هذا الاتصال. وقت سيد ياسر، ولكن نعم، هل يمكن أن تفسر لنا الفرق بين الدارك ويب والديب ويب أو الإنترنت العميق؟ لأنه يبدو أيضا أنه ما يجري هنا غير ما يجري هناك.
طبعا هناك فرق كبير جدا ما بين الدارك نت وما بين الديب ويب. الدارك نت هو جزء من الديب ويب او الانترنت العميق. الدارك نت يشكل حوالي 0.1% من الديب ويب. الديب ويب هو ليس الانترنت المظلم السري المليء بالجريمه كما نعرفه، هو يعني مثلا خوادم الايميل، البيانات الخاصه مثلا ببريدك الالكتروني موجوده على سيرفر موجود في الديب ويب. هذا السيرفر لا يمكن ان يصل اليه احد عن طريق البحث عن طريق جوجل. يعني اي الديب ويب هي كل الصفحات، كل العناوين، كل البيانات الموجوده على الانترنت والتي لا يمكن الوصول اليها من خلال متصفح او من خلال جهه، يعني جهه بحث على الانترنت. اما الدارك نت فهو جزء من هذا الديب ويب ولكنه متخصص بعدد من اسمه، فهو انترنت مظلم يتخصص بعدد من الصفحات التي يمكن الوصول اليها عن طريق ادخال عنوان معين، وعاده ما يتم اللجوء اليها من اجل القيام بنشاطات غير قانونية، ولكن لها أيضا استخدامات مهمة أيضا ولكنها استخدامات قانونية، مثل عدد من الصحف ووسائل الإعلام تستخدمها للتواصل مثلا مع مصادرها، للتواصل مع عدد من المعارضين الموجودين في دول تقيد حرية الوصول إلى الإنترنت ويمكن عن طريقها تبادل المعلومات. هذه أحد استخدامات الدارك نت. أما الفرق فهو أنه جزء يسير جدا من الديب ويب الذي لا يمكن الوصول إليه بالمتصفحات. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي ياسر أبو معيلق، شكرا لمشاركتك معنا من مدينة بون الألمانية. شكرا جزيلا. جاسر ومصطفى طالبين بمرحلة الثانوية في محافظة الإسكندرية، ابتكروا برنامج خاص يتيح لذوي الاحتياجات الخاصة إعطاء أوامر لتشغيل استخدام جهاز الكمبيوتر عن طريق ارتداء ماسك مصمم خصيصا للبرامج. الجهاز بيعتمد على تحريك اللسان وإعطاء أوامر للحاسب أو الكمبيوتر مشابهة بطريقة عمل الماوس أو الفارة. الجهاز هو أهل الطالبان للفوز بالمركز الرابع على مستوى العالم بمسابقة تايوان الدولية بمجال العلوم لعام 2021. خلينا نتعرف أكثر على قصتهم. أنا جاسر محمد جلال، سنة أولى هندسة اسكندرية. من وأنا في ستة ابتدائي حصل لي كسر في الإيد، وساعتها كنت متعلق بالكمبيوتر قوي، فكنت بدور على أي طريقة أقدر أتحكم من الكمبيوتر من خلال حركة الوش أو من أي حركة عموماً. عدى علينا ناس من المدرسة قالوا لنا إن في حاجة اسمها معرض العلوم ساينس فير بيتعمل في المدرسة كل سنة. الفكرة مع المعرض فقلت ممكن أدخل بالفكرة ديت، قلت أقرب طريقة عشان ألاقي حل الفكرة دي هي برنامج. علشان أعمل برنامج عرفنا إن فيه لغات برمجة وعلم لازم أتعلمه عشان أقدر أعمل برامج. كان أقرب صديق ليا في المدرسة ساعتها هو مصطفى، فدخلت أنا هو، كانت أول سنة لينا. كانت الفكرة عموما فكرة نظرية ما فيهاش أي عملي. السنة اللي بعديها بدأنا نروح كلية هندسة وكنا لسه طلبة في إعدادي، اتعلمنا أكتر، اتعلمنا لغات برمجة، اتعلمنا الساينس إزاي أعمل برنامج. مجال الإبداع والابتكار، فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية. جاسر محمد جلال محمد إسماعيل من محافظة الإسكندرية عن ماوس لحالات الإعاقة. أنا مصطفى أحمد عبد المهيمن، طالب في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. إحنا أول ما بدأنا بفكرة بدائية شوية، كانت هي عبارة عن نظارة عليها ثلاث ألوان. بيبدأ الكمبيوتر يعمل ديتكت للثلاث ألوان دول، وعلى أساس حركة الوش بتاع اليوزر، يعني مثلا اتحركت يمين يبدأ البوينتر بتاع الكمبيوتر يروح مع وش يمين، اتحركت شمال هيروح شمال. دي كانت شكل مبدئي خالص للفكرة بتاعتنا، دي أول حاجة بدأنا بيها. بعد كده قعدنا نفكر، طب احنا عايزين نوصل لفكرة ادفانسد أكتر، عايزين نوصل إن احنا نقدر نعمل كليك، نقدر نعمل سكرول أب سكرول داون، عايزين نعمل كل البوينتس اللي بيقدر يعملها الماوس العادي. فبدأنا نفكر إيه اللي ممكن ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي عنده باتري في إيده أو شر رباعي والحاجات دي، إيه عنده بيتحرك في وشه تاني أقدر أخليه يستخدمه كحاجة لينا في صالحنا. فوجدنا إن اللسان بيقدر يتحرك في كل حتة إحنا عايزينها، فبدأنا على أساس ده نطور الفكرة بتاعتنا ونجددها أكتر، إن إحنا خلينا الماسك بدل ما هو كان نضارة، لأ خليناها على جزء في اللسان هنا بيتحط، واليوزر بيحط لسانه في حتة إحنا عاملينها كده مخصصة للسان. And from Egypt. جاسم محمد جلال مصطفى احمد عبد المنعم. اول مسابقه دخلنا فيها هي مسابقه انتل ايسف،
شاركنا فيها من أولى إعدادي لحد لما مثلنا مصر في أولى ثانوي. مثلنا مصر في أريزونا في 2019، خدنا المركز الأول هنا على المجال Software Engineering في مصر. آخر حاجة وصلنا لها كانت السنة اللي فاتت Regional in ICE، دي أكبر مسابقة للشباب أو تحت السن في المدارس عموماً على مستوى العالم. قدمنا فيها، كان في تصفيات كتير طبعاً، بدأنا تصفيات على مستوى المدارس، قدرنا ناخد المركز الأول، صعدنا تصفيات على مستوى الجمهورية، الحمد لله قدرنا ناخد المركز الأول على المجال والمركز الثالث على الجمهورية عموماً. وسافرنا ان احنا نمثل مصر بره في امريكا، بس هي كانت طبعا بسبب ظروف كورونا ما قدرناش نسافر، برده كانت فيرتشوال. الحمد لله قدرنا نحقق المركز الثالث على مستوى العالم، وبرده بعدها مش بكتير استضفنا وزير الانتاج الحربي، تم تكريمنا منه ووعدنا ان هو هيبدا يدرس البروجكت بتاعنا عشان يبدا ينفذه في مصانع الانتاج الحربي ان شاء الله. احنا شغالين ان احنا يبقى ستارت اب بعد كده، ومن ستارت اب يبقى شركه عموما. اغلب اللي بيعانوا من الاعاقه الجسديه يعرفوا يستخدموه في حياتهم اليوميه، ويقدروا يشتغلوا ويقدروا يتعلموا اونلاين. طبعا نفسنا ان البروجكت ده يوصل ينتشر على مستوى العالم كله، مش على مستوى مصر بس، بحيث ان احنا نطور من البروجكت بتاعنا ويوصل لكل فعلا لكل ذوي احتياجات خاصه، او كل حد يستفيد من البروجكت ده بحيث انه يشتغل يطور من نفسه. وصلنا لمرحلة الحمد لله ان احنا نقدر نعمل اي حاجة يقدر الماوس العادي اللي بيستخدمه الانسان في الشغل بتاعه. والدي والدتي والده والدته طبعا كانوا من اكتر الناس اللي داعمين لينا، بلس مكتبة اسكندرية كانت هي المشرفة على الجزء العلوم اللي عندنا يعني، وكلية هندسة يعني كنا بنروح لمعيدين هناك، هم اللي كانوا من اكتر الناس اللي بتساعد. لم تنأ مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها عن أحداث أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك. العقوبات الغربية التي لا تتوقف تجاه روسيا صاحبتها أيضا عقوبات إلكترونية من تقليل انتشار المنشورات الروسية حتى إغلاق صفحات تابعة للإعلام أو للجهات الحكومية الروسية. مواقع التواصل وأبرز ميتا عاشت بحالة تخبط وصلت أحياناً لكسر القواعد العامة اللي لطالما تباهت بوجودها كمساحات تواصل بتيح التعبير عن الآراء بحرية. فهل نجحت العقوبات التي وضعتها وهل أصبحت مصداقيتها على المحك؟ نتابع. ينضم إلينا من القاهرة خبير الإعلام الرقمي فادي رمزي. سيد فادي أهلا وسهلا بك معنا. يعني بداية، كيف تقيم كل الخطوات التي اتخذتها ميتا تحديدا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا؟ لطالما تغنت كما نعرف فيسبوك وأخواتها إن صح التعبير بحرية التعبير، بإعطاء الحق للجميع بالتعبير عن رأيه وباحترام الرأي الآخر. أهلا بحضراتك وبالمشاهدين جميعا. خلينا ناخد جولة سريعة كده في الخطوات اللي اتخذتها شركة ميتا منذ بداية الحرب. أول خطوة واضحة كانت يوم 1 مارس، وقامت شركة ميتا بحجب كتير من التواجد للإعلام الروسي الرسمي على منصة فيسبوك وعلى منصة انستجرام. ده رقم واحد، أو ده الخطوة رقم 2. ولكن الخطوة الأهم والنقطة والمحطة اللي عايزين نقف عندها يوم 10 و11 مارس، حصل بعض الخطوات المتضاربة، لأن يوم 10 مارس فيسبوك
سمحت للخوارزميات بتاعتها ان هي تكون تسمح شوية او بعض الشيء بحوار الكراهية ضد الجنود الروس، او الحوار او المنشورات اللي فيها دعوة لموت الرئيس الروسي او حليفه رئيس بيلاروسيا. فتم تعديل الخوارزميات لسمح يعني سماحية بعض الشيء في الموضوع ده وفقا لإيميلات داخلية اطلعت عليها رويترز. وفي الأيام القليلة اللي بعد كده سفارة روسيا في واشنطن اعترضت على الموضوع ده وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الخطوات المتطرفة لشركة ميتا. ده من ناحية. من ناحية تانية وبالتزامن في نفس الوقت ده كان الهجوم الروسي يوم 9 مارس على أحد مستشفيات الولادة والأطفال، والجانب الروسي حاول يزعم أن كل المنشورات والصور عن الهجوم ده على فيسبوك وإنستغرام دي أخبار مفبركة وخلل معلوماتي وفيك انفورميشن، وفيسبوك ما تدخلش في الموضوع ده بل سمح بتداول الادعاء ده وسمح بالموضوع ده، في حين تويتر منصة تويتر حذفت تغريدتين لسفارة روسيا في لندن بتدعي أن هذا الصور دي مفبركة. فتويتر عملت المسؤولية بتاعتها، فيسبوك ما أخدتش أي إجراء، وكان في منشورات كتيرة من جهات رسمية روسية زي سفارتها في المكسيك ورويترز والدنمارك بتتداول هذه المنشورات، وفيسبوك ما تتخذش أي إجراء على الموضوع ده. وده العهد على رويترز. كمان كان في بعض الصور عن الهجوم ده من أسوشيتد بريس وفيسبوك حطت عليها علامة فيك نيوز أو أن دي أخبار مضللة، وبالتالي نقدر نشوف التخبط لشركة فيسبوك ما بين الطرفين وعدم وضوح سياستها تجاه الموضوعات الشائكة بالشكل ده. سيد فادي، يعني أول خطوة اتخذتها ميتا أو فيسبوك بخصوص العملية العسكرية كانت تقريبا بعد أسبوع، والتخبط اللي حضرتك عرضته هلأ كيف كان يمكن تتفاديه، وشو الخطوات اللي كان يمكن أن تتخذها الشركة؟ يرى بعض المحللين أنه قد يكون شكله تخبط، ولكن في حقيقة الأمر قد يكون خوارزميات الشركة والشركة نفسها بتسعى في الأول في الآخر للشكل اللي هيجني ليها أرباح أكثر. يمكن ده من عدة شهور أظهرته التقارير الداخلية لفرانسيس هوجن. رويترز برضو قامت بالتواصل مع بعض المحققين اللي بتعينهم فيسبوك يعني على مستوى العالم، وألاف المحققين اللي أعربوا عن الاستياء بتاعهم للطريقة المطاطة للسياسات بتاعتها والطريقة اللي هم لازم يشتغلوا بيها. على سبيل المثال ان هو المحقق بيكون قدامه 90 ثانية عشان يقرر اذا كان البوست او المنشور ده فيه اي مشكلة ولا لا، وبالتالي عدم الوضوح للسياسة والتخبط ده ليه كذا بعد. برضو احد المحققين ذكر ان المنشورات اللي بتصدر من الجانب الاوكراني بيسمح ليها بالنشر، ما بيكونش فيها اي مشكله، في حين ان نفس المنشورات بنفس اللغه والكلمات لما تصدر من الشرق الاوسط او دول الشرق الاوسط بتعتبر ان حاجه ليها علاقه بحوار الكراهيه، وبالتالي السياسه المطاطه دي فيسبوك بتهدف بيها الى زياده الارباح طول الوقت بغض النظر عن ان هو يبان تخبط، ولكن في حقيقه الامر التخبط ده بيتعكس بشكل مباشر على زياده الارباح على حسب الاجواء المحيطه. شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا من القاهره خبير الاعلام الرقمي فادي رمزي، شكرا جزيلا لك. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقة اون ستريم لها الأسبوع. ما تنسوا تشاركونا بأرائكم وتعليقاتكم على هاشتاغ البرنامج، والموعد يتجدد الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. إلى اللقاء.